اللهم صل وسلم وبارك عليه وبر صلى الله عليه وسلم وعلي ان يرفع راسه الى السماء العليا مؤمنا بذلك الرق الى سودته واولى ومسيرا الى رفعه القدر على سائر البريه وعن الحبيب الذي يزن اتباعه والسجايا ولا تمه ابدا المسر يتوب بهذه كربانيا فاقبل مسرعه ونزل وبلغ من السرور منى ولا القبة فرى وقام يدعو بقوت النية ويسكن وطال على ما من لوعدت وعلى صلى الله عليه وسلم نظيفا مقطوعا مقطوعا سنة بها يقول سلاحها طيبا تهينا مقولة بكل عناية عينا وقيل قتله جد بعد سبع ليال سويا وعرف وتما سمى محمد واكرم مسواه اللهم صل وسلم وبارك على وحدك عند ولادة أوارك وغرائب غيبية إرهاس الربوة بأنه مختار لا إنتهى ووجدت بعد فسيلة السماء وفدا ورد المشوى وسر النفوس الشيطانية وردمت نجوم النيل واتي كل رجل فيها للملقى وترى الرسول صلى الله عليه وسلم انجم السورية وترى الاكتلول بهار الحرم والرباط وخرج موجود وداس له قصور السام القيصرية فراى مكر التائب قد داره ومغنى وانسى بالوان بالمدار الكسروية الذي رفع الاسر وعرف سمكه وسوى وسكت اسره من صفات الالويه وكسر منكم كسر لما اسابه وارى وخبرت النيران المعبوره بالممالك الفارسيه لطلوع قلب من اشراك وهي وقالت بلد ساوت وقال بين مسان وكما من البلاد الاجميه وجف اسلام السجاج نادي واتيك المياه وبعد وعلي السماوات وفاتة في فلاة وبرية لم يكن بها يبقى من مالها وقال منه صلى الله عليه وسلم بالمعنى المعروف براس المكية والبل الذي لا يوجد شيء ولا يبدا هلا واطلق فيها من آلة وفي سرية وفي يومها على أقوى الرماء مروية والرعاج أنها قبل فجر أو الاثنين ثاني سر بالأول من آب الفيل الذي سد الله وللهرم وهما أقول اللهم غنبه كريم والبنزدين صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولكم أيام ثم رسل الصلاة التي أعتقى بلاه بن وبطن من أجل صلاة السلام بمسرى بعد ذكر ابي صمد ابي ابي والنتاج الذي يؤمن في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الى المدينة بسند عيسى بها حريا اذا نور عليك نرى وعائل من يدري ووراء كلا بالقوم يد الجاهلية كلا سمنا وحكى ثم نوبة وعيون يصلي وكان قرادا كل نزرة وابا فاستمر كما يمشي القبر الاسيا ورى الرسول يبدو بدر من اليمين والبن الاخر وها وابنه في المكرجل وسمع السرب والوسيا فانجا من جلب كل امه ورزيا وترك صدره ليس الحديث ومشى اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى سيدنا محمد
السلام سيد الهداية الربانية فقام الأكبر بزاز مسلم سوق وثنية بسم وزين بكتوى وسنق الملكان سرس ورجم ورغتين دمرية وزار من الشيطاء بسجد الصلاة ومرق الأماني من ثم قام يتم النبوة يتبع وزار بدر مدرمد الهدي ورسول الله وسلم على وقم يوسف منها لسباة ثم رد بذن الله ورسل ومن يمين جرسية حزر الرئيسة بالهاد جتسة وعبرك لأرغد بأي أبيض سيرة الهدية فأبعى من بغاب من كريم عليهم البقام ويرصد ويهيا ومسك العور بيسر بذات من وندى وسيروا أنها سيد بني رسولية وقد أدم في شهر من شكاة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ عليه الصلاة والسلام أربع سنين خرجت به أمه إلى المدينة مدينة نبوية ثم آلت بوابتها بالأبواب بسبب حجوب وفاء فعملته هديئنة أم أيمن الحبسية التي سوجها بعد من زيد بن هارسة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فلمه إليه وركبه على ركبيا وقال إن لابني هذا لسعدا أليما فبكم بكم وكره ووالب ولن تك في سباه دوما ولا أقسمتك نفس الأبي وكثيرا ما بدا فاغتسى بما اغتسم فأتقاه وأغواه ولما أنفت بنائجته عبد المطلب غطايا المنية قبل أمه أبو طالب سكيت وبيه عبد الله فقام بكفالته بأصل قوي وحمة وحمية وقدمه على النفس والبنين وربه ولما بلغ اثنا عشر سنة رحل به صلى الله عليه وسلم أمها إلى البلاد السامية وعرفه الرائب بغير بما غاصه من وجه النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا قد سجد له السجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور على وأمر أمها برسله إلى مكة توافا عليه من أهل دين اليهودية أفرجع به ولم يجاوز من الزاد المقدس بسرى أدر اللهم غوره القريب بأرض ساسي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 20 سنة سافر إلى بصرى في زيارة لخديجة الفتية ومعه غلامها مشرط يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما أدى فنتازلت تحت زجرة لدى سومة النصر ورهيب النصرانية فعرفه الرهيب إقبال إليه ذل والوارق وأواه وقال ما نزلت قواسي سيركبت إلى نبي ذو صفات أوقيا
ورسول قد غسه الله تعالى على بماء الفدائل وحباب. ثم قال لميسرة أبي عينيه أبرة استرهارا للعلامة الخفية. فجابه بنعم فأكل عليه ما دنه إليه وتوخى وقال لمن شرط لا تفارقه وكن معه بصدق أصل وحسن قوية. فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة وجتبى ثم آل إلى مكة فرأته عديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأس الشريف من وزاد الشمس قد عدلا. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك بالصبر كله وبما قال له الراهب وأوداه لديه من الوصية. وداعف الله في تلك التجارة يربها ولما فبان لجرد خديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى القرية الذي خسه الله تعالى بقربه واستقى فتبته لنفسها لتصب من الإيمان به في بريا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أبابه بما دعت إليها في البرة التقيا فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من الخامس يهوى. وكتب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن الله بمحامد سنيا وقال هو والله له نبا وليم يهمال فيه مصرا. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل أمها وكيل أبوها سابس بك سألت فيها الأصلية فأولدها قل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه.